السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في فيديو جديد على قناتكم قناة بحبك يا بلادي. آخر تصريحات النجم فراس الخطيب قبل مباراة سوريا وأستراليا بكأس آسيا 2019. قبل أن أدخل في تفاصيل الخبر أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس من الزرار الأحمر أسفل الفيديو كي تدعمونا وكي يصلكم كل جديد. إن شاء الله بعد ساعات قليلة من الآن هتنطلق مباراة المنتخب السوري الحبيب ومنتخب أستراليا. المباراة هامة جدا جدا وكل المتابعين يعلمون هذا جيدا. المباراة بالنسبة للمنتخب السوري هي مباراة أكون أو لا أكون، ليس هناك أي رد فعل مقبول من المنتخب السوري تجاه جماهيره إلا الفوز. الفوز حتى ولو بهدف واحد هو من يجعل ويساعد المنتخب السوري أن يصعد للدور 16 في بطولة كأس آسيا 2019. أما عن تصريحات النجم فراس الخطيب فهي: الأمل موجود والآن صار في تغيير في الكادر الفني ومسك دفة المنتخب الكابتن فجر إبراهيم، وهو مدرب وطني ودرب المنتخب الوطني عدة مرات وعنده خبرة كافية ودراية باللاعبين الموجودين حاليا بالمنتخب. المهمة صعبة والمنتخب الأسترالي ليس في أفضل حالاته ونحن أيضا لسنا في أفضل حالاتنا. لدينا نجوم كبار موجودين في المنتخب وهم قادرين على صناعة الفارق بإذن الله. وللأمانة لم يقدم المنتخب السوري إلى الآن ولا حتى 10% من الأداء الذي قدمه في تصفيات كأس العالم الأخيرة. للأسف عانينا قبل بطولة كأس آسيا 2019 من التضخيم الإعلامي المبالغ فيه والتحضير السيء للبطولة، تحديدا التحضير النفسي وعدم الخبرة في إعداد اللاعبين لمثل البطولات الكبيرة مثل بطولة كأس آسيا 2019 بالإمارات. ولعل لنا مثلا جيدا وهو المنتخب الأردني الذي حقق في البطولة نتائج رائعة إلى الآن بسبب إعداده الجيد وأدائه التكتيكي والذهني الرائع والروح المعنوية الغير طبيعية لدى اللاعبين، وهذا بسبب الخبرة. فعلى سبيل المثال تجد اللاعب عامر شفيع شارك في 4 بطولات كأس آسيا من قبل ويعرف كيف يولف اللاعبين ويعدهم بشكل جيد. ثم اختتم كلامه قائلا: الآن دور اللاعبين أن يجتمعوا مع بعضهم البعض، أنتم قادرين على تحقيق النصر على أستراليا وأنتم نجوم بوحدتكم وروحكم المعنوية وبرجولتكم في الملعب والتزامكم التكتيكي بالخطة الجيدة والجديدة التي وضعها المدرب الوطني فجر إبراهيم. شكرا لكم على حسن المتابعة وربنا يجعل إن شاء الله الفوز حليف المنتخب السوري الحبيب اليوم على المنتخب الأسترالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.